طيب يا طويل العمر السلامة، أبس هونكاي يتجدد أول عمره يفكس حق هونكاي يتجدد، فخلينا نشوف البف سوى الآن بنخلصه بإذن الله في هذا المقطع. البف يا طويل العمر السلامة يقول لك أي أحد في التيم يسوي فولو أب أو يستخدم السكيل الخاصة فيه لأنه يضرب ما يسوي بف لنفسه زي مثلا بليد أو لوناي، راح يجيك ستاك وبحد أقصى مديك توصل 10 ستاكات. أوكي، وبداية كل سايكل راح يضربوا الأعداء على حسب أنت كم سويت فولو أب أو سكيل. أوكي، هذا هو البف اللي موجود في الميموري الحالي. عموما انا بخلص ان شاء الله لين 11 وبنلعب 11 سوا وبنلعب 12 سوا. اوكي يلا بسم الله خلينا نبدا. وصلنا فلور 11، خلينا نكمل الان. حاطين كوكوليا وكافكا. طيب انا بنلعب تحت بشخصيات الفولو، حاطين فيزيكال وحاطين ايماجينري، فخلينا نلعب بريشيو طبعا روبن عشان فولو اب. هنا انا بنحط وبحط كلارا وبلعب بافنتشرين، هذا تيمنا اللي تحت. شوف التيم اللي فوق ودي اجرب هيميكو، بس هيميكو حقتي معطوبه، بس يلا خلينا نجرب لما نستغل بفات خلينا نجرب، بس احس التيم حقي خايس الصراحه يعني. خلينا نجرب، احس توباز بتدمج اكثر منها. الله يستر ان شاء الله نور تفكتاتها معاها. بس يلا بسم الله. اوكي طيب خليها على هذا، خلينا نسوي بيسك حلوين، خلينا نفعل التا. طيب نسوي سكلها هذه، يبغى لنا نكسر شيلز الصراحه عشان نسوي فولو اب لشو اسمها هذه. ممتاز انقصنا، ايوه دمجه خايس يا الله، دمجه خايس يا ليل. طيب اللي بعده ترى ما راح اسوي شيء غبي زي كذا. اوكي ما عليكم، انا اثق فيها يا هو. شو دحين؟ يا سلام الله توفاز اللي بتدمج اقسم بالله. ما عليكم هيميكو دحين نكسر. شو دحين ها شوفوا شو. ما 43 الف اتاكد، لا بس والله اتوقع. يا ليل يا اخي، يا ليل يا اخي، انا اقسم بالله احب اتفلسف لو اني نايم اصرف لي فلسفه. يلا الضربه هذه ان شاء الله البف يساعدنا. حلو جبناها 10 كاملة. خليني اغير مكان الشات احطه على اليمين افضل. اسكتي. طيب يلا سكيل وريني ايش حتسوي. عمي نسوي سكيل هذه عشان البف راح، وبرضه نسوي سكيل دي عشان ما عندنا الدائرة. يا واد نزلوها تحت هيميكو مرة. اوميو تانك بدانا. انا غلطان والله، انا غلطان. احنا لسه باقي في الويف الاول. باقي في الويف الاول، مو معقوله. لا بالله يا هو طولنا مره. اوكي يلا كوكوليا جات. اي والله لسه باقي في الويف الاول. يعني بنركز على كوكوليا. يا واد الدمج مره سيء، اكيد شايل منها شيء، مو معقوله. ولا والله شكلها هي كذا يا جماعه. شكلها هي كده. طيب دحين بنبدأ نكسر شيلدز، فهذا شيء كويس ان شاء الله بيخلينا نسوي فولو اب. شوف الفولو اب، يا سلام يا سلام رهيبة والله. اتوقع انا شوف فولو اب تاني جاي في طريقه. يا عمي فوشوان قاعد دمج اعلى منها. اوكي يلا اقلها البف يعني موجود حق الابس معانا. نسوي سكيل هذه، ما عندي سكيل. حلو بف هذه راحت حلوين، ما حسبنا حسابها. العيد 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 العيد، هاي نكسرها عشان نسوي فولو اب ونفعل الالتا هذه. خلنا نكسر شيلد كمان حلوين. اعوذ بالله، لا 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 لازم نقتلها دي، حتذبحني. امي وتينكا ما حتستحمل، حموت يا اخي. تكفى، لا توباز ما في دورها. جي جي تنكا، جي 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 تكفى لا تموتي. يو تنكا حتموت. انا غلطان اني دخلت بهذا التيم، تيم خايس. اشيك على ارتفاكتات هيميكو بعدين، يعني هو الكريت دمج انا متاكد انه مو اعلى شيء، بس
يعني مو للدرجة تكون خايسة. عموما هنا جينا بتيم كويس رغم كل شيء، خلصناها في 5 سايكلز ما اعرف كيف. ان شاء الله ذا التيم يبدع اكثر باذن الله. يلا بسم الله. كلارا دحين تشوفوا كيف قوتها، ما عليكم انا اوريكم، قوية مرة اسطورية. ها هو ايوه 5000 دمج يا جماعة. شكلي اخر شيء بدخل باكرون والله. ايوه ايش بقى تيماتي زي كده. لا لا اصبر اصبر دقيقة، انا متأكد ان التيم كويس. ودحين هذه نسوي بيسك يكفي ونسوي غلطان. دحين الدمج حتكرت ما عليكم. شوفوا حلوين، هذا اللي ما يكرت كمان يسوقها. ليه ما يكرتوا؟ كلارا ما ايوه هو ده الدمج كرت. شكرا شوفوا ايوه ايوه هو ده الكلام، هو ده التيم ولا بلاش. ايوه يا ويلك كفو. ايوه ده الدمج، ده الدمج ايش. كفو كفو ايوه. الحين نجلد كافكا كمان. وفلوبس ورا فلوبس، هذا هو المطلوب. كافو كلارا موجود اضربوها. كافو كافو لا 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 ليه بستخدم التها، بستخدم التها. طيب لا 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 مو كده مو كده. انت تعالي اوكي ما في الت. نيد هيلينج نيد هيلب، ما عندي سكلات يا واد. لا 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 كفو قمنا من النوب. اسكتي لا يا ريشو لا كفو. حموت حموت او نو حموت حموت حموت. نيد هيلينج ما ادري ايش اسوي، اسوي سكلها الله. لا لا اوكي كنسل هذه هذه بس بس كلها. لا لازم نفعل التها. ريشو ده باقي نايم يا اخي يسوقها من اول نايم. قوم لا تقوم لا تقوم يا الله ما عندي سكيل يا الله يا ليه يا الله يا ليل يا اخي. حمود حمود سايونارا لا القمي كفو. لا 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 حمود حمود 100,000 كفو كلارا. اوكي باقي كافكا بس كمان ايزي مفروض. لا لا تقومي لا 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 كفو كفو كيف كفو كفو. شفتوا كلارا شفتوا كفو كفو يا الله. والله ترى خلصناها ترى في 2 سايكلز عكس التيب الاول المعفن اللي خلصناها بخمسة سايكلز، مع انه 5 هو النص فكويس يعني يعتبر. ايش العذاب ده بالتيم الاول؟ طيب فلور 12 يا ليل، حاطين ارجنتي وحاطين اللي فوق دول المعفنين يا اخي، اللي الرقاصين المعفنين دول كويس عليهم تيم البريك للامانه. بنغير التيم اللي فوق ده بس، بلعب فوق بفاير فلاي وبحط معاهم روان مي وبنحط شو اسمه الام سي. اخر شيء بنحط جالجر. التيم اللي تحت بسوي فيه تعديلات، بشيل دكتور ريشيو وبنحط بداله توباز وبنمشي بهذا التيم اوكي عشان فيزيكال. فيزيكال ونار ممتاز. يلا بسم الله خلينا نشوف كيف الاوضاع. ما شلت كلارا وبرضه ما حطيت اكرون هي 6 حقتي اوكي عشان ما تقول مين او شيء. يلا ان شاء الله تكون الامور في السليم. اوكي ممتاز بداية جميلة. ايموت نفعل علتا حلوين. خلينا نسوي سكيل، بنحاول نكسر شيلدهم دولا المعفنين. يلا سكيل نايس ما شاء الله. يا تيم البريك هنا ما شاء الله مرة ممتاز. فعل علتا هذي قلقر دحين يجي ان شاء الله نديها بالتو وتكة بس. اوكي جان علتو حلو 200,000 يا اخي يا عيني.
ممتاز، نايس دمج، 400,000 هو ما شاء الله. دحين الام سي تجي بدمجها ما شاء الله تبارك الله، التيم كامل يدمج طبعا يعني لما نشيد ينكسر. ممتاز، خلصنا الفيز الاول بزيرو سايكل تقريبا. هنا المعفنين دولا نبغى نكسر شيلدهم برضو، حلوين ما شاء الله. ما ادري ايش اللي جاء قبل شويه بس اوكي، ما بفعل الت الام سي ولا اقول لك يلا يلا نسوي سكيل دمجهم كلهم. ممتاز، نفعل سكيل لها مو غلط، قال اقدر نضرب نورمال يجي التو، نفعل التو يدمج. حلو 165 بيسك 80 حلوين. فاير فلاي تنهيهم والله تنهيهم 500,000 يا ساتر، دمجه مرعب. اوكي البريك ضد دولا مره ممتازين، خصوصا يعني فاير فلاي دام انها نار ممكن هيميكو تنفع ترى. شوف الفكترز محزم واقف ولا صار له ولا شيء، كفو. طيب نايس الفكترز اللي علينا ما شاء الله، المعفنين قاعدين يجلدون شويتين. خلينا نفعل التنا، حلوين. جالاجر خلينا نسوي زي كذا، فاير فلاي بيروح منها الموت حقها 300,000 نايس دمج، ما نحتاج التها. خلينا نفعل السكيل اوكي، نضرب نورمال هذه، نبغى نكسر الشيلد هنا، حلوين ما شاء الله. خلاص تقريبا خلصنا جالاجر الت، جالاجر انهي خلاص. طب انا هذه بالبيسك اوكي ممتاز، 200,000 ما شاء الله، مره حلو التيم مرة حلو. خلصناها فون سايكل ما شاء الله، خلينا نشوف نشوف هنا كيف الأوضاع مع أرجنتي ومع كلارا وتوبازا. يلا طيب بسم الله، يس كلارا ممتازة، وبدل كلارا ممكن تحط يونلي يعني لما تيجي، هذا شو كيس من بدري وكذا اتوقع. ثانك يو سان. طيب نشوف كيف الدمج الحين مع كلارا كوكوناي، كويس هي تبي تنضرب اصلا بس ان شاء الله فينشرين يحمينا يعني. نبغى الت شو اسمه هذه ضروري، ايوه جاء خلاص ممتاز، فعل الت تسكيتي. طيب خلينا نضرب بيسك، انا حس كان لو حطيناه هنا النار افضل عشان نكسر الشيلد بس مو مشكلة. افنشر دحين نسوي حقة الفولو اب، حس يبغى لنا نشوف لنا حل مع الشيلد، لازم نسوي سكيل افنشرين مرة واحدة اقلها عشان ما نتورط زي قبل شوية. عيني على الدمج ما شاء الله، حلوين نايس. خلصنا الفيز الاول ممتاز، الفيز الثاني جانا ارجنتي، دا يجوبه دا يجوبه ما شاء الله 152,000 حلوين. فاز طيب نسوي كذا، هذا بيسك بيموت او حط شيلد اوكي. سكيل يلا ونفعل الت انا مو غلط عشان يضربنا وبعدين نرد له الضربه ولا مو، ايوه شاطر شاطر كمان كمان حلوين. لا لا اموت. شو كلارا والله رهيبة ما شاء الله، شو دمجها ممتاز ما شاء الله، نسوي سكله وترجع التنا ان شاء الله على طول. ممتاز نفعل، اكيد يونا بيكون دمجها اعلى من كلارا بالراحة بس يعني نظامهم نفس النظام طبعا. نسوي بيسك، نسوي كذا. اللي عجبني في ذا التيم انه كلهم يدمجوا يعني حرفيا، حتى روبن قاعد يدمج، هالشيء مرة حلو. بس خايف انا دحين انجلد ان شاء الله يعني ما انجلد بدون ما اسوي سكيل افنشرين، هو الحال ان شاء الله يكفي مع الفولو ابس. اوكي حنجلد والله، لا 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 ما حنجلد ممتاز. اوكي نسوي سكيل لها، نفعل التها، ما شاء الله ايزي خلاص خلصناها مرة ايزي ما شاء الله، يعني اذا ما متنا يعني ان شاء الله. اوكي كويس خليهم يضربون هذول، بالعكس
احنا ناخذ ضربه اضافيه وارجنتي يسوي الفولو اب حقته. عندنا تسكتي سيفروغو دحين امورنا في السليم خلاص يا عمي، حتى ما احتاج تسكتي تفاز تنهي عليهم دحين بالفولو اب. ايزي ما شاء الله، تيم ده مره حلو ما شاء الله. خلصناها في 2 سايكلز برضو ذا التيم، او 1 سايكل اند هاف، والتيم الثاني برضو بسايكل ممتاز ما شاء الله. التيم الاول كان افضل طبعا. افضل لحظه دحين ناخذ البرومو، ناخذ الفيذرز كمان. لا تنسوا تروحوا للشوب الخاص باللبس هنا، طولين العمر السلامه. هذه لا تنسوا انكم تشتروها، مره مهمه، اهم شيء في الحياه. الباقي ممكن تسحب عليه ما في مشاكل. وبس والله قبل النهي، شوف ارجنتي هناك زعلان مسكين بعد ما انجلد. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. الله يسعدكم، الله يعطيكم الف عافيه. لا تنسوا تشيكوا على متجر ما قلتش السور ومتجر تويكس، كود هاني رابط في الديسكربشن. ونسلم على ارجنتي نقول له كيف حالك، معلش يعني جلدناك. كان معكم اخوكم هذا، نشوفكم على خير ان شاء الله في اقرب وقت يا جماعه، وفي امان الله. اعطاني 10 بلوم والله كريم.